بسم الله هنعمل بسكوت الكركم. بسكوت الكركم سهل، تقريبا اسهل بسكوت ممكن يتعمل. مقاديره 3 بيضات، كوبايه دقيق، نص كوبايه سكر، 100 جرام زبده، معلقه فانيليا، ومعلقه بيكنج باودر، ومعلقتين كركم. الكركم ملوش مقدار، على حسب مزاجكم، يعني لو بتحبوا طعمه يبان ممكن معلقتين ممكن ثلاثة، لو عايزين لون بس يبقى معلقة ونص معلقتين كفاية. قبل ما بدأت شغلت الفرن عشان يسخن وضبطته على درجة حرارة 160. حط الزبدة، هنزل البيض بالتدريج. الفانيليا، هحاول اخلط الكركم والدقيق مع بعض. حط نصه، هقلب كويس. هدخلها الفرن على درجة حرارة 160 من نص ساعة لساعة الا تلت. كده خلاص استوت وجهزت، هسيبها تبرد 10 دقايق واقلبها.
كده جاهزة، هدخلها الفرن على درجة حرارة 150 لمدة 10 دقايق.